المحور الثالث آتي، عوائد وجود المصارف الإسلامية. ما الفوائد التي استفدناها نحن من وجود المصارف الإسلامية؟ في الواقع أن وجود المصارف الإسلامية جاءنا بعوائد عدة، منها التأمين التكافلي. هل كان التأمين التكافلي موجودا معنا هنا في عمان قبل البنوك الإسلامية؟ القرار يقول إنه لا يصح للبنوك الإسلامية أن تتعاقد أن تؤمن على الودائع، وحتى التأمين السبراني هذا كل أفراد التأمين لا يجوز لها أن تؤمن عليه إلا تأمينا تكافليا. تأمين تكافلي معنا في عمان شركتان كما تعلمون، وهاتان الشركتان هما اللتان تقومان بالتأمين، ولله الحمد أعمالهما ماضية وفيهما أكثر من 700 موظف عماني في هذه الشركات، ونطمئن إليها بإذن الله تعالى، لأن أغلب قرارات المجامع الفقهية تقول أنه لا بد من التأمين التكافلي. قبل البنوك الإسلامية ما كان هنالك تأمين تكافلي، وكان الناس يسعون، الفتوى تقول أن التأمين التقليدي لا يجوز، الخلاف موجود فيها، لكن الفتوى في العالم الإسلامي الشائعة هي هذه، ومعنا أيضا في مكتب الإفتاء الفتوى الشائعة أن التأمين التقليدي لا يجوز. الآن الناس يؤمنون على ممتلكاتهم، على محلاتهم، يؤمنون التأمين الصحي وغير ذلك، وهذا عائد من عوائد وجود البنوك الإسلامية بفضل الله. مأخوذ من حديث الأشعريين مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الأشعريين إذا كانوا في سفر أو أرملوا أو كانوا في غزو وقل طعام عيالهم، جمعوا ما عندهم من الطعام ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكرة التأمين التكافلي هي هذه. عندي في التأمين التكافلي صندوقان، صندوق واحد نسميه صندوق المشتركين، والثاني صندوق المساهمين. صندوق المشتركين أنا وأنت وفلان وفلان ندفع شهريا أو ندفع سنويا كما هو الحال معنا هنا في عمان، وتجمع هذه المبالغ في هذا الصندوق. هذه المبالغ حينما يصاب إنسان بأي ضرر نتعاون لأجل هذا الأمر، يصاب إنسان بضرر معين، بحادث، بغير ذلك، يؤخذ له من هذا الصندوق وتصلح له سيارته، فهم متعاونون متكافلون فيما بينهم. مثل الصناديق العائلية معنا هنا الآن في عمان يستغلون في العزاء وفي غير ذلك، هي مثلها بالضبط على هذا الحال. ما هي وظيفة شركة التأمين؟ شركة التأمين وظيفتها التنسيق فقط. الأمر الأول التنسيق بإصدار الأوراق وغيرها، الأمر الثاني تشغيل هذه الأموال واستثمارها حتى يتنمى صندوق المشتركين. معنى القانون، قانون التأمين التكافلي في عمان أيضا ينص على هذين الصندوقين، وعلى أن الشركة المساهمة العامة هي في حقيقتها إنما تقوم بالتنسيق فقط. فلذلك شركات التأمين التكافلي هذا عملها، وهذا يختلف عن عمل شركات التأمين التقليدي. شركة التأمين التقليدي العقد بينك وبينها مباشرة، على أنني إن حصل لي أمر فأنتم تعوضونني، لكن هنالك الاتفاق بينك وبين الناس المشتركين، نتعاون فيما بيننا إن حصل أمر. معناه أنه إن لم يكن هنالك شيء أموال فالإنسان لا يعوض شيئا، هذا الأصل، لكن لم يحصل هذا الأمر، لأن المرسوم الذي فيه قانون التأمين التكافلي يلزم الشركة المساهمة أن تقرض صندوق المشتركين. هذا ما يتعلق بالسؤال الأول، وهو طويل يمكن الحديث فيه أكثر.